السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في فيديو جديد على قناة احمد علي. النهاردة شباب معانا شرح مميز جدا جدا، وهو لطريقة الحصول على استضافة مجانية ودومين مجاني. طبعا الاستضافة اللي هنحصل عليها النهاردة هتكون من شركة نيمشيب. طبعا ممكن ناس كتير تستغرب ان الاستضافة من شركة نيمشيب وبالتحديد استضافة مجانية، لان شركة نيمشيب المعروف عنها اللي هي مع عندهاش الاوبشن المجاني. كل الاستضافات اللي بتقدمها لك شركة نيمشيب كلها استضافات مدفوعة، ولكن في راجل محترم جدا اتواصل معنا على صفحتنا على الفيسبوك وادانا رابط من خلاله هندخل لشركة نيمشيب ونحصل على استضافة مجانية لمدة شهر كامل، وكمان هنحصل على دومين مجاني لمدة سنة كاملة. فبصراحة شباب الشرح مميز جدا، فلو عاوز طبعا استضافة ودومين مجانا تابع معايا الفيديو، وان شاء الله هتستفاد من فيديو النهاردة. وطبعا يا ريت لو انت مش مشترك معنا في القناة اشترك معنا في القناة وفعل جرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تعمل لايك للفيديو عشان نشوف كم واحد عجبه الفيديو ده. دلوقتي شباب انتوا هتيجوا على الصفحة ديت، وان شاء الله هسيب لكم رابط الصفحة دي موجودة في وصف الفيديو. هنا طبعا بيقدم لك الاستضافة ديت، هي طبعا هي 20 جيجا وبتدعم 3 مواقع، يعني ممكن تحط عليها 3 مواقع. طبعا الاستضافة ديت السعر الشهري بتاعها حوالي 3 دولار، تمام. فاحنا هناخد الاستضافة دي مجانا عن طريق الصفحة ديت، وزي ما قلت لكم ان شاء الله لينك الصفحة موجود في وصف الفيديو، تمام. اول ما تضغط على اللينك هيوجهك للصفحة دي، هتبدأ اللي انت بقى تضغط هنا على كلمة جيت ستارتد عشان نبدأ بقى ناخد الاستضافة ديت، وكمان هناخد دومين زي ما قلنا. طبعا هنا بقول لك اهوت دومين فري، ولكن هيكون دوت ويب سايت. طبعا الدومين ده بيكون مدفوع برضو، ولكن انت ممكن تاخده مجاني عن طريق الاختيار ده، تمام. وطبعا هنا بقى بقول لك لو انت عاوز تشتري دومين من نيمشيب، يعني دومين يكون غير الدومين ده، وهنا طبعا لو عندك دومين على شركة نيمشيب ممكن تربطه برضو. وهنا بقول لك لو انت عندك دومين من شركة اخرى ممكن تربطه عن طريق الضغط على الاختيار ده، تمام. ولكن احنا عاوزين الدومين المجاني، فهنضغط عليه كده ونبدأ ناخده فري. طبعا هنا زي ما انت شايفين فتح لنا الصفحة ديت، بقول لي اكتب اسم الدومين اللي انت عاوزه، وليكن مثلا انا هكتب اسمي احمد علي، تمام. هشوف كده الدومين يعني متوفر الحمد لله اهوت. طبعا من هنا تحدد سنة، لان الدومين هيكون معاك لمدة سنة مجانا، وده شباب طبعا سعر التجديد السنوي الخاص بالدومين، يعني بعد ما يمر سنة على الدومين ده تبدأ اللي انت تدفع حوالي 19 دولار و88 سنت عشان تاخد الدومين مرة تانية، تمام. فهنبدأ بقى نضغط على كلمة add new domain to card. بعد كده هنا طبعا بقول لي كل حاجة فري اهيت، هنبدأ نضغط هنا بقى عشان ناخد الدومين والاستضافة، وهننتظر يحولنا للصفحة ديت. زي ما انت شايفين هنا طبعا بقول لنا الدومين لمدة سنة، ودي كل البيانات اهيت، تمام. فاحنا شباب مش هنغير اي حاجة في البيانات دي، تمام. هنا بس بقول لك يعني الاستضافة معاك اهيت لمدة شهر كامل، ولما تيجي تجدد الاستضافة هتدفع المبلغ ده اللي هو 2 دولار فاصل 88 سنت، تمام. فهننزل للاسفل كده ونضغط على confirm order عشان يبدأ يعمل لنا confirm للاوردر ده، او نبدأ ناخد الاستضافة والدومين. طبعا في خطوة مهمة جدا لازم تعملها، هنا بقول لك لو انت عندك حساب ابدأ حط اليوزر نيم والباسورد وادخل لي الحساب، او لو انت ما عندكش حساب اعمل حساب من هنا، تمام. فاحنا هنبدأ نملي البيانات ديت وهنبدأ نعمل حساب جديد مع بعض، تمام. فانا حمل البيانات كده وارجع لكم. ودلوقتي يا شباب زي ما حضراتكم شايفين انا حطيت هنا اليوزر نيم ونزلت شوية، حطيت هنا الباسورد وعملت اعادة كتابة الباسورد هنا، يعني كتبته مرة كمان، وهنا حطيت الاسم الاول والاسم الثاني، وحطيت هنا الايميل الخاص بيا. ولازم تعلم على المربع ده تعمل عليه علامة صح هنا، يعني عشان تقول له اللي انت موافق على الشروط. بعد كده هتضغط هنا على كلمة كرييت اكونت، تمام. هنبدأ بقى ننتظر بعض الثواني لحد ما الصفحة تحمل معانا. طبعا هنا هنبدأ برضو نملى البيانات ديت، انا حملها وارجع لكم عشان ما اطولش عليكم الفيديو، تمام. يا شباب انا مليت البيانات اهيت. طبعا هنا الاسم الاول، انا بس عربت الصفحة، هنا الاسم الاول تحط فيه المربع الاول والاسم الثاني، بعد كده اسم الشركة، يعني انا كتبت احمد اي حاجة. بعد كده هنا طبعا يعني مكان العمل اكتب اي حاجة، ف
فهننزل بقى للأسفل شوية، هنا بقى تحط العنوان بتاعك اللي هو الشارع والمنطقة وكده، وهنا السيتي أو الدولة والزيب كود أو البوستال كود اللي هو الرمز البريدي. طبعا لو أنت مش عارف إزاي تجيب الرمز البريدي، كل اللي عليك إنك هتروح لجوجل وتكتب المنطقة بتاعتك وفرحها الرمز البريدي، وطبعا هيبدأ يديك رقم، ابدأ حطه في المربع ده، وتنزل كمان بقى للأسفل شوية تحدد الدولة طبعا اللي هي مصر، وانت طبعا تحدد دولتك وتحط رقم التليفون. بعد كده في الاخر هنا تحط الايميل الخاص بيك، طبعا انا خاف البيانات بتاعتي يا شباب. بعد كده نضغط على كلمة كونفير، وهيبدأ بقى يحولنا للخطوة اللي بعد كده. بعد كده هيحولنا للصفحة دي يا شباب، هننزل للاسفل كده ونعلم على المربع ده ونضغط على كونتينيو، وهننتظر بعض الثواني لحد ما تحمل معانا الصفحة. هنبدأ طبعا يحولنا للصفحة الأخيرة اللي هي ديت. طبعا هنا البيانات الخاصة بالدومين، يعني بقول لك ده الدومين اهوت والمدة سنة تمام، وهتاخده فري طبعا. هننزل للأسفل، بعد كده نضغط على المربع ده نعلم علامة صح، ونضغط على كلمة باي ناو تمام، وننتظر بقى بعض الثواني عشان يبدأ يودينا للاستضافة بتاعتنا. هنستنى كده بعض الثواني بس لحد ما تحمل معانا الصفحة ديت. هنا طبعا بيطلب منك تقييم الخدمة، يعني بيقول لك انت اشتريت الاستضافة بتاعتك يعني بصعوبة ولا اشتريتها بسهولة. طبعا احنا مش مشكلة، هنبدأ نقفل الصفحة ديت. وكده يا شباب احنا خدنا خلاص الدومين والاستضافة، هم زي ما حضراتكم شايفين. طبعا بقى هنروحوا للبريد الالكتروني، هو بعت لي رسالتين، هنخش على الرسالة الاولى تمام. طبعا لو نزلنا كده للاسفل شويه هنا بقول لك ده اليوزر نيم، فمش مشكله الرساله الاولى، او ممكن نعمل لوجن على طول من خلالها. هيبدا طبعا يدخلنا دي الحساب بتاعنا في شركه نيم شيب تمام. جو تو ماي اكونت تمام، ده الحساب بتاعنا هو في نيم شيب. طبعا الرساله التانية بيكون فيها بيانات الاستضافه زي ما حد... سوري يا شباب، الرساله التانية دي فيها بيانات الاوردر تمام. فهننتظر برضو بعض الثواني عشان يجي لنا بيانات الاستضافة. هنا طبعا لو جينا كده على كلمة دومين ليست كده، هنلاقي الدومين بتاعنا اهو، زي ما انتم شايفين الدومين بتاعنا اتحجز اهوت تمام كده. هنرجع للصفحة الرئيسية مرة تانية، طبعا لو جينا للبريد مرة تانية هنلاقيه بعت لنا كمان رسالة، هي دي رسالة التفعيل الخاصة بالاستضافة. هنضغط هنا على كلمة كليك هير تو فيريفاي ايميل ادرس تمام. طبعا لازم نفعل او نضغط على الرسالة دي عشان يبدأ يفعل لنا الاكونت تمام كده. احنا كده فعلناه اهوت تمام. هنرجع للداشبورد هنا مرة تانية، هو المفروض دلوقتي يبعت لنا بيانات الاستضافة بقى تمام. زي ما حضراتكم شايفين شباب لسه بعت لي اهوت رسالة تمام، هنا فيها بيانات الاستضافة. لو نزلنا تحت خالص بقى هننزل في اخر الرسالة كده، هنلاقي دي بيانات السي بانل اهيت. هنبدأ نخش على اللينك ده تمام، هنفتح اللينك ده اهوت. هنا بقول لي تسجيل الدخول، لو رجعنا ليه الايميل مرة تانية هنلاقيه مدلنا اهوت الباسورد، او سوري الاول ده هو اليوزر نيم، هنبدأ نحطه هنا تمام، ونبدأ نجيب الباسورد اللي هو اللي تحته على طول. بعد كده نحطه في خانة الباسورد هنا. بعد كده يا شباب هنضغط هنا على كلمة لوج ان عشان يبدأ يدخلنا على الاستضافة بتاعتنا. زي ما حضراتكم شايفين دي الواجهة الداخلية للاستضافة، هي طبعا هي استضافة سي بانل. هنا طبعا ده الدومين بتاعنا اهوت اللي هو احمد علي دوت ويب سايت تمام. وطبعا هنا بقى انت ممكن بقى ترفع بقى الموقع بتاعك على الاستضافة، تبدأ تتحكم بالاستضافة بشكل كامل. خلاص كده انت بقى معاك استضافة لمدة شهر، ممكن تربط بقى 3 مواقع لو انت حابب، وكده معاك دومين كمان لمدة شهر، يعني عيش حياتك بقى. وبكده يكون بقى انا خلصت شرح النهارده، واديتكم استضافه ودومين مجاني من شركه نيمشيب. فياريت بقى لو عجبكم الفيديو ده اعملوا اشتراك للقناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو عشان نشوف كم واحد عجبه الفيديو ده. واشوفكم في فيديو جديد على قناه احمد علي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.